السلام عليكم، مهند معاكم. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن طلوع ونزول الكلب للسلالم بالاوردر. ايه الفايده بحاجه زي كده؟ الفايده بحاجه زي كده ان انت لو ساكن في بيت والكلب ما بين البيت والسطح، او الكلب بيقعد في بير السلم وبيطلع السطح، حاجه كويسه ان انت تعلمه باوردر ان هو يطلع فوق السلالم او ينزل. ليه؟ عشان لو انت مثلا جاي معاك شيل بتاع حاجات كده، الكلب اول ما بيشوفك بيبقى اكسايتد قوي، او ان هو بيبقى فرحان بيك قوي، بيبقى عايز يلعب وبيقعد يفرق، وانت اساسا ممكن تبقى جاي وشايل حاجات. فبتبقى حاجه كويسه ان انت تقول للكلب يطلع فوق، او لو انت عندك مثلا جاي ضيوف او كده والكلب مستغرب ان حد جديد، فتقول له اطلع فوق بالامر، فان هو يبتدي يطلع فوق. الامر ده انا اساسا مش معلمه الديبة عن قصد. انا الفكرة كلها ان انا جات عليا فترة كنت بأكل ديبة فوق السطح، يعني اللي انا بأكل ديبة دلوقتي قدام الباب، انا كنت بأكل ديبة فوق السطح. فالكلب مع التكرار، من غير ما انا اقصد ان انا اعوده ولا اي حاجة، مجرد الروتين بتاع ان انا اول ما اجيب الطبق بتاع السطح، اوكي، اول ما اجيب الطبق بتاع ديبا وابتدي ان انا احط فيها الاكل، الاقي ديبا جريت على الباب. اول ما افتح الباب الاقيها طلعت قدامي مثلا 3 4 خطوات وبعدين تبص لي، اطلع انا واقول لها ايه فوق يا ديبا، عشان بتبقى واقفه قدامي عايزه تبص على ايه اللي في الطبق، فهي بتكعبلني، فبقول لها فوق فوق، وهي عارفه ان هي مش هتاخد اللي في الطبق ده غير لما تطلع فوق. بالتكرار اوتوماتيك عرفت ان فوق، ان هي تطلع فوق. فانا هوريكم دلوقتي فكره بقى ان انت تطلعها بالامر بعد كده، بعد ما فهمت الدنيا ماشيه ازاي، تستخدم التريت ايا كان المكافاه نوعها ايه، كوره، اكل، اي حاجه مش هتفرق، اي حاجه، شرط ان الكلب بس يكون بيحبها، تطلعها فوق تديها تريت، تقول لها تعالي تديها تريت، تقول لها سيت او داون وقت ما هي طالعه او نازله لو عملتها، وهي دي حاجه صعبه جدا. حتى لو الكلب عارف يعني ايه داون يعني ايه ست، فكره ان هو يبقى طالع على السلم او نازل على السلم ويعمل داون وهو على السلم، دي مش كل الكلاب بتعرف تعملها، او مش من كل الكلاب بتبقى مستوعبه حاجه زي كده. فيلا بينا نبص على ديفو. يلا بينا. ده ملناش دعوه بيه دلوقتي. يلا يلا دول دلوقتي عارفين الاكل اهو، الاكل انا حاطه دراي فود دلوقتي قدامها اهو تحت، فهي عارفه ان مفيش اكل فوق. دي بقى يلا فوق فوق، جود جيرل. دي بقى فوق، ايه جود جيرل، تعالي داون داون، good girl. sit down. good girl. يا فوق فوق، وزي ابتدت نفسها نزلت ابتدت نفسها فوق دي فوق. good girl. وأي stay sit. good girl. فوق اطلع فوق اطلع فوق sit. اقعد sit down down. good girl. down down. بس هي عايزه ايه؟ تقف في حته مريحه. تعالي. داون. داون. جود جيرل. داون. لا. جود جيرل. لا اطلع فوق. 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 جود جيرل. عبيط. ما شفتهاش. اوكي. فوق. اطلع فوق. فوق. فوق اطلع فوق. good girl. انزلي انزلي تعالي داون داون. good girl. داون 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 داون. هي مش من اسهل الحاجات اللي ممكن تعلمها يعني. يبقى داون. good girl. لا good girl. sit. ديفا sit. good girl. فوق
Good girl. تعال فوق. Good girl. Sit. Good girl. Down. Down. Good girl. Down. Good girl. Sit. Sit. Good girl. Foot. Okay, good girl. Down. Down. Good girl. Sit. Okay, good girl. Work. Good girl. Work. Good girl. Good girl. Hey. Fu. Fu. Diva. Fu. La fu. Fu. Good girl. Fu. La. Good girl. La la. La. Okay, good. Yeah, good. بس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون فاتكم وعجبكم. فيديو بسيط اللي انت عايز، لو انت عايز كلبك يتعلم ان هو يطلع فوق او ينزل تحت. الفيديو النهارده مش تعليم على قد ما هو يعني ايه مراجعه. لكن التعليم التعليم فكره ان انا اعلم كلبي من الاول، خلي كلبك تنقل وجبته لفوق وبعد كده مع التكرار هيتعلم، وبعدين بعد كده ممكن بقى ايه تضيف له الموال ده في صورة تدريب زي اللي انا عملته كده، يبقى بس مجرد ان هو مراجعة. دي حاجة. الحاجة التانية، انا عملت فيسبوك بيج اسمها الديفو، هتلاقي لينك تحت في الديسكريبشن، هتلاقي لينك اللعبة كونكت دوجز لينك تحت في الديسكريبشن. قريب جدا ان شاء الله هعمل فيديو شرح اللعبه ازاي تتلعب وكده. بس وده فيديو النهارده، يا رب يكون فاتكم وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب على الفيسبوك وانستجرام وتيك توك، وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت دي بقى. يلا فوق. Good girl.